حدا بيحط راسه تحت ايد مرة، حدا بيسلم موس لمرة. الحمد لله ولا مرة تعرضت، انا تمكنت لقدرت اشتغلت. بونجور واضح، انا اسمي غادة من لبنان، صار لي 4 سنين بالمصلحة، تعلمتها وصرت قص أنا رجالة. الحمد لله الله وفقني، أنا كنت موظفة بنك من قبل 4 سنين، فقررت أنه أنا أفتح مصلحة انفرد لحالي. أول فترات عانيت منها أنه أنا في عندي شباب معلمين كمان، مرة على مرة لما صرت قص لحتى يوثقوا، بس في ناس بالعكس بتطلب انه بنت تقص رجالي، كيف في شاب بيقص بناتي بيعطيها احلى القصات؟ كمان الامرأة عندها ذوق بالقص، فتقبلوا الفكرة برا عندهم اياها كتير عادي. الحمد لله في زبونات، انا لانه دومين شغلنا مش بس شعر، عنا ضفير، عنا مانيكور، عنا بيديكور، هي الفكرة انه عنا بادي شيف، عنا واتس، نتوياج. قليلة عنا بلبنان يجتمعوا كل هالقصص بسانون واحد. كانوا مثلا اذا الشاب بده يعمل واكس بيقصد، لانه مجتمعنا بيقصد سالون بناتي ليقدر يعمل واكس، اذا بده يعمل ضفيره كمان بيقصد سالون بناتي. فغنجت الشباب بسالون، ليش لا عنا بلبنان؟ عادي مثل اي سالون، وبالعكس يعني عندي ثقه فيها مثل اي حلاق. يعني انا بقول لكل صبيه عندها ثقه بنفسها ما تخاف تشتغل، تبدع بشغلها، تطور حالها. لو مصلحة طالما هي واسقة من شغلها، كان سالون ولا كان غير سالون، فورمان ولا بناتي، تعطي كل طاقتها لحتى نكسر القاعدة اللي بيقولوا انه المرأة للبيت. سوري، المرأة منا للبيت، المرأة بتبدع بشغلها.